بكيو على بعض الاخبار وبتبيعها فما بعض الاشياء على كل شيء عندك مطلق شيء. عندك المجال مفتوح تو انت معدي قبل سبوت نحكي فيه على الاخلاق وعلى درشني وبعد تقول لي يحكي في كل شيء انا احكي كل حاجات تستجيب الاخلاق للمعايير الاخلاقيه على الاقل اللي حاطهم انت بيتنا الخبر الاولي جينا مره هذه خلينا نبداو بتبيع بخبر ايجابي اللي هو قريبا جدا فتح معبر راس جدير بصفه كليه هو باش يبدا اليوم جزئيا في انتظار ان شاء الله من هنا ل 20 الاسبوع القادم يصبح باش يكون معناتها الفتح التام وهذا بتبيع باش تكون العوده بعد ما تم استقبال رئيس الوزراء التونسي رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه الرئيس الوزراء الليبي استقبل وزير الداخليه التونسي ووفد اخر معاه باش نجموا احكيوا في الموضوع هذا بتبيع فما باش حكايه صاير من حكايه مراكز التسجيل الالكتروني منها انا زاده كيف باش يحكيوا في مشكله تشابه الاسماء مشكله المعاليم المفروضه على الجانبين مشكله التسليح قال لك لازم ما تكون حتى قوه مصالحه من الجانبين برشا مواضيع لازم تحكي فيها لانه هذه باب رزق البرشا ناس سواء كانت من تونس او من ليبيا فما ناس استرزق من المعبر لا وخاصه فما حالات استعجاليه كذلك اكيد انسانيه لهنا اي نعم انسانيه وفما حتى عائلات وفما برشا حاجات معناتها وخسر ما نحكيو على حاجه معناتها حياتيه معناتها ناس تعيش به كل يوم بحكايه المعبر وان شاء الله ان شاء الله على قريب يتحل اوفيسيالمون كما قلت كل يوم باش يبدا بطريقه جزئيه خبر اخر باش نحكيو فيه بكل تحفظ بكل تحفظ عليه لانه لحد الان ما عندنا حتى مصدر رسمي يحكي في الموضوع هذا اللي هو حكايه وفاه امني البارح بعد اشتباكات صارت مع في صفاقس نعم لانه لحد الان ما عندناش تصريح من وزاره الداخليه من الاداره العامه لعمل الحرس الوطني حتى طرف امني معطانا حتى معلومه يعني هذا موجود على الفيسبوك جسمه هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي واحد يثبت عندنا تصريح وتصريح حتى القسم الاخبار اللي هو الدكتور اللي باش نحكيوا عليه اليوم حاتم الشريف اللي هو المدير الجهوي للصحه بصفاقس احكى على استقبال زوز من الضحايا هات نسمعوا شنو قال البارح تفضل يوم في حدود الساعه 5:30 مساء وبالتحديد 6:15 مساء وقع قبول زوز اشخاص واحد من جنوب الصحراء متوفى والثاني رجل امن كذلك في حاله حرجه جدا بقى 4 دقائق او ربع ساعه ثم توفى الله يرحمه واحد هو في حدود عمر 35 سنه بطبيعه بعد محاوله القيام بالاسعافات الاوليه لانه توفي رحمه الله على الضوء هذه بطبيعه وقع توجيه الجثتين الى قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بوديبه لتحديد الاصابات وخاصه لتحديد اسباب الوفاه كذلك بالنسبه للملابسات الحادث ما زال هذه امور امنيه بطبيعه ما نعرفوش ملابساتها عندما امور امنيه يعرفوها هما الا ان كما قلت انا الطب الشرعي بطبيعه سوف تو قاعدين في الحال في الوقت هذا يقوموا بعمليه التشريح لتحديد بالضبط اسباب الوفاه والاصابات لكلا المتوفيين رحمهم الله يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه كما قلنا هو نتيجه الطب الشرعي باش يعطينا الصحيح من الغلط علاش حبيب قلت لك معناتها نتريثوا لانه كان الحكايه صحيحه باش تكون منعرج خايب على الاخر في العلاقه مع المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء وكيفاش قاعدين يتعاملوا مع التوانسه كان المساله غالطه راه باش تكون في اطار تاجيج الاوضاع فما ناس خاطر صارت قبل قالوها قبل وفما امني والاكثر من هكا الامني اللي هبطوا تصويرته نحكي على بتاع البارح هبطوا تصوير انت واحد تعمل لهم كومنتير وهبط على يودي منشينه قال راني خاتيني راني حي ارزق معناتها راهو ما عنده حتى عليق الصوره اللي تراو فيها قاعده يتم التداول نتاعها الحادثه صحيحه تبقى السبب نتاع علاش توفى هذاك خليه نتريثوا للتحقيق خلي الناس تخدم خدمتها وخلي كل حاجه في بلاصتها نمشيو للمسير المره هذه في المسير باش نحكي على حادثه غريبه نوعا ما وتخلي برشا ناس بطبيعه يخافوا على صغارهم اللي هي الحكايه ام فاقت بنت عمرها 3 سنين جات روحت للدار عندها تتواج في يدها بنيه 3 سنين وشوي جات كانت في الروضه كي روحت للدار تلقى يدها محروقه كي جات تثبتها زيت الطبيب طلع هذاك عباره معناتها واحد بدا يعمل في تراساج تاع تتواج وما كملش شكون عمل لها التتواج؟ شكون عمل هذا السؤال اللي يطرح نفسه المروضه ما نعرفش اسمع الوليه شنو حكيت وبعدك انت بوحدك تنجم تستنتج
عمرها 3 سنين وتسعة شهور. انا جوست جاتني ميشون تاع خدمه في المستر يعني كي طولت شويه الميشون بنتي متعلقه بها انا متعلقه بها وليت هزيتها معايا وبيان سور مش بتقعد في الدار اكيد كيما الصغار الكل حطيتها في الروضه كيما اي ام. انا بنتي ندوش لها انا بنتي لبسها بنتي حافظتها معاها نعرفها كل طرف في بنتي نعرفه. مشيت في الصباح لبست عليها ما عندها شيء نمشي باش نروح بها العشيه من الباب هكا معناها توري فيا في يدها وتقول لي هكا انا على اساس في بالي نقولوا نحن بارفوا يصوروا لهم هكا كور حاجه تديهم باش نوصل عبايتها اي بعد تقول لي ليه راهي حيه كي نثبت هكا فما اسبي نتاع تاتواج كي هكا شفت مع الميتريس قالت لي نو مدام راهي جات بها من الصباح ما نجمش ندخل اكيد في برشا تفاصيل اتجه ديريكت لمدير الروضه. فما الاسبي نتاع حاجه تاتوي فما اسبي نتاع زينه معناها نتاع فما تاتواج وهو من بعد ايل سيتافيغي مع الطبيب اللي فما دي لاتر غاب معناها مكتوبين. انا من الاول ما فهمتش معناها بالضبط شنيا فما اسبي نتاع تاتواج من بعد معناها اترافيغ الطبيب فما دي لاتر غاب حروف بالعربي وش معناتها؟ والله تحب نقول لك تحب نقول لك شوف الحكايه هذه فيها برشا ما يتقال راهو برشا ناس ما عندهمش ذوق الحقيقه فكل التتواج اللي يعملوه على بدنهم برشا ليه نحكي ربي صغير حبيبي لا نحكي لك بصفه عامه يعني حتى في الملاعب نشوفوا بعض اللاعبين البارزين يكثروا شوف شوف باش نبداو متفاهمين تولي الحكايه شاذه فيها برشا شذوذ يعني باش ندخلوا لهنا في هذاك رايي راهو هذاك رايك الشخصي وهذا راي كل واحد حر وفي نفس الوقت فما تتواج اللي يجمل المراه كيف يكون معمول باتقان وبذوق ولا محاله فما مساله دينيه لهنا ما حبش ندخلوا فيها برشا الموضوع هذا اما راهو كل واحد حر يعمل شي يحب تبقى عندك العمر ونسير راشد لا لا مش كل واحد حر انا مادام نشوفك تعمل في تتواج ماست كيفاش تحبني انا في بدنه حبيبتي وانت تدبر فيه حتى في بدنه عمره فوق 18 سنه يخبيه ما يستعرضوش قدامي باي احنا نحكيو بعدنا للب الموضوع نحكيو في الموضوع الصحيح اللي هو البنيه صغيره شنية ذنب عمرها 3 سنين هذا هو دخلت مشيت الروضه امها حطتها في روضه تلقى عاملين فما شكون شد يدها وعمل عليها تتواج بالحرق اعتداء على طفوله اولا جس مهم شت سكيت لانه مديره الروضه قالت لها البنيه جاتني كيك اي والام قالت انا ما عملت حتى شيء ما تنجمش تكون حرق عادي معناتها نتاع البنيه مثلا مست حاجه ولا كذا قالت لك حرق لانه فما حروف عربيه منقوشه على يدها اللي سيد اللي وصل باش نجم يعمل الشيء هذاك راهو قادر يعمل حاجات ما اكبر وما اخطر فلذا ردوا بالنا على صغارنا الموضوع هذا للمتابعه واحد من الناس باش نتبعوا باش نفهموا خاطر واحد اللي عنده صغار بطبيعه نجم يخاف على حاجات نجم تصير كيما هكا موضوع تتواج تو نحكيو فيه لان عنده باب كبير حسام عندك انت الموضوع تبعوا بربي باش نتبعوا باش نجم نفهم اكثر في الشنيه باش ورد بالك تعمل تتواج لا انا ما عملتش مش مغروم بالله بالتتواج ومانيش مبرمج وما نحبش وحتى كان صارت في وقت من الاوقات والحمد لله يا ربي واحد رجع روح لنا وقتها فما صغر واحد يخمم في حاجات اما من بعد راكي تكبر مع شويه نضج تفهم اللي انت تراجع روحك تفهم اللي فما حاجات نورمالمون ما تصيرش هذيك علاش راهو حتى اللي يمشي يعمل تتواج راهو نلومو على السيد اللي يعمل له اللي يعمل له لازم يثبت هو هل صحته النفسيه لاباس هل قادر ينجم ياخذ ديسيزيون صحيحه والا لا هل عمره عنده هو في عمر نتاع انه يجي ياخذ قرار كيما هكا والا لا وبدنك امانه يا خويا علاش تعمل هكاك امانه عليك يا امانه يا دنيا امانه يا ليل طول يا ليل طول نمشي للموضوع الاخر اللي هو موضوع زي كيف كيف عمل جدل كبير ياسر وانا واحد من الناس ما كتبش عليك ساعات نتحرج اني ناس العبد نقول له اسكو باش تضحي سنة ولا لا لانه كل واحد يعلم بيه ويعلم ربي بظروفه لهنا الشيخ جابوه في احد الاذاعات سالوه على مساله المقدره قال لهم هل الانسان معناتها قادر باش يضحي ولا هل هو معذور ولا لا الرد نتاعو ممكن يلخص برشا حاجات من الكلمه هذه الشيخ علي غربان نسمعوا شنو قال احنا تو الاكثريه نمشيو بالشهاري اذا كان انسان الشهريه نتاعو يحسب الشهريه نتاعو على عام كامل تكفيه لحاجاته الاصليه ويفضل منها شويه شو معناتها حاجاته الاصليه؟ يعني قوتي وقوت عيالي الذين فيه لكن لا حاجتي الاصليه شوف خويا مش معناتها حاجتي الاصليه تقول ما عنديش انا ما نفضلش وانت تمشي تاخذ تليفون ب 4 ملايين ولا تمشي للخلاع ب 5 ملايين وتقول بعد ما نجمش نشري عنده شو منه لا انا ما يدخلش في حاجتي الاصليه فهمت؟ نحكي لك هذه حاجتي الاصليه اذا كان هو ما يلقاش معناتها ما يخلطش مش يخلط الكراء نتاعو ما يخلطش مثلا مش يوكل روحه ووكل اولاده ومرته توا معناتها اذا كان الناس ماهيش خالطه معناتها كذا هذه ما يتسماش قادر وان كان يتناقش كلامه يعني يتناقش هو الذهاب الى النزل في عطله بالتقسيط نسكن في هذا هو صحيح يعني كل ناخذ تليفون برا عمرين كيف بالتقسيط اي اما علوش يقسطوا لك والله فمش كان ياخذ بالتقسيط
وهو لمحل السلفة ذي زي ما دبر البرشنة كل واحد كيفاش. أما علاش أنا ذكرت الشيخ هذي الموضوع عن المقدر كذلك؟ لأنه فما تصريح البارح زي تقال في أحد التلفاز التونسية، التصريح هذي لفنان معروف ممكن تعرف أنت أيمن لسيق، كي سألوه قالوا له على السنة معتها نعرفه مستعيد. ما نعرفش غناه لا صوته باهي ويغني بالكدا، يغني بالكدا وفنان تونسي ندعموه مهما كان. أيمن لسيق كي سألوه قالوا له سنة أنت السنة باش تضحي وإلا لا، معناتها هل قادر باش يشري ولا لا؟ التصريح نتاعو ممكن عمل نوعا ما من الجدل، نسمعوا شنو قال. زوز ملين وستة مية العلوش يا حبيبي. والله شيء دوخ، والله تصدمت والله. قال لك الزويلي يخلط. اش عنده يخلط مسكين يا اخي، تبربي شهريهم العباد قداش؟ بين اغلب التوانسه بين 800 ومليون، معناها ما شو يعمل العبد ما فهمتش. شريت انت على اش عندي نشري انا كنت نعيش لبرا دخلت ونونتا. ليش فهمت خمس ديوان ولا عملتش ارخص من تونس شيء بهد. طلعت على الجبينه انا ما شريتش الحقيقه السنه هذا هاليا والعام مانيش باش نشري. فاش قام زيت يا حبيبي حفل على قرطاج في غناء مش لك الكل ب 50 و 60 و 70 الف دينار و 100 الف دينار كذلك، لابد واحد يقول هذا زي اي صحيح. لا هو ما نتصورش كان معناتها ياخذ مبالغ لا لا مش نحكي على ايمن، نحكي بصفه عامه على كرتاج. هو ذاك يهزنا لموضوع اخر، منا في الموضوع هذا لانه ايمن ان شاء الله ربي يزيد ويخدم، معناتها يخدم حفلات خاصه، يخدم شوكيس، يخدم معناتها في الوتله، يخدم برشا بلايص، معناتها من الناس القادره. لابد تكون الكاشيات معقوله. معقوله يعطيك الصحه، اما انت كي تقول هكا اللي انت ما خلطتش وماكش باش تشري، شنو هي باش يقولوا العباد؟ قول لك هذاك لاباس ان شاء الله ربي يزيد وما خذاش، خلي انا شنو باش نعمل، معناتها كان انت قادر. هذه راي مع شعيره من شعائر نتاع الدين، معناتها كي نوليو نتعاملوا معاها على اساس انها حاجه لوكس ولا حاجه زايده، معناتها ولينا نميعوا في القضيه، بالحق ولينا نميعوا فيها وفيها نوع من الشعبويه. كي تقول لي مثلا علوش بزوز ملايين، يا خويا ما تقدرش قول ما نخوش، اما مش تقول انا ما عنديش وما نخلطش وكذا، هذايا فيها برشا شعبويه وممكن برشا ما حبوش التصريح نتاعو. مسانس اذكى برشا ايمن من الحاجات هذو، مسانس معناتها ذكي حتى في تصريحاته يعرف شنو يقول. على كل اقولها مر للختام واختمو بموضوع للناس اللي صادمه السنه بتبيعها، اللي باش تعرس واللي عندها مشروع، اللي باش يشري عقار، باش يعمل كذا. فما موضوع تجبد البارح في اذاعه خاصه تحكي على موضوع اللي هو الناس اللي تشري الهواء. اي بتبيع، مانيش نحكيو على هواء المراكب هذاك اللي برشا يبيعوا فيه، نحكي على هواء فوق الدار. انت مثلا عندك عقار، جاء واحد شرى من عندك الهواء باش يبني فيه، قانونا طلع شيء هذاك باطل ونوع من انواع التحيي. مثلا انا شريت دار برومي ايتاج، تنجم تكون الدار هذيك مثلا، وبرشا سالوا السؤال هذا، هل انا شريت دار مثلا في الطابق الاول، هل العقد نتاعي صحيح والا لا؟ التوضيح يكون من عند المحامي والمختص بتبيعها في الامور هذه. نسمعوه وبعد كده نرجع. ما يتبيعش. مالا اللي بناه وين؟ باطل. باطل من عام 65، صحيح 12 فيفر 65. معناها بنيت وعملت ودرشناه وفي الاخر نخرج بخفي حنينه. خفي حنينك هو. قانونا هكا الفصل 191 من مجلة الحقوق العينية يقول لك يحجر ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذه المجلة، المقصود بالمجلة مجلة الحقوق العينية الصادرة في 12 فيفري 1965، إنشاء الحقوق التالية، ويحط لك 1 2 3 4 الانفيتيوز والانزال الكردار وحق الهواء اللي هو بالفرنسوي لو دروا دو سوبرفيسي. قبل كانوا يبيعوا الهواء قبل 65، بعد 65 فما اونوتر فورمول نجموا نعتمدوها، صيغه اخرى اللي تخلي العقد نتاعنا عقد صحيح. العقود المبرمه فيما يخص بيع حق الهواء قبل 65 صحيح ونافذه وترتب اثارها من بعد 65، لانه تاريخ التحجير بدا عام 65، العقود كلها باطله، باطله مطلقا. بيع الهواء هو بيعان مساحه من الهواء تعلو مبنى معين. شو مساحه من الهواء؟ اي تبيع اون متر كوب، متر كوب يعني طول عرض ارتفاع. باش يقول لك يجوز حتى مجلة زمة العقود يجوز بيع قدر معلوم من الهواء، دونك انت باش تبيع اون متر كوب، المتر كوب هذاك هو اللي باش يعلو المبنى، على اساس انه مالك الطابق الارضي ومالك الارض باش يولي هو من بعد ما يقام البناء هو مالك السطح نتاع المبنى المقام اشغالا للهواء. هاونا اسبوعي خوه سليمان الابيض باعوا الهواء. ولا نرجع موضوع هو راهو اسمع باش الناس ما تخافش، راهو لانه برشا الناس بالحق صارت بانيك على الحكايه هذه، وراهو مهمه الاستشارات القانونيه كيما هكا. احنا عندنا برنامج خاص في الاذاعه يهتم بالامور هذه مع بسمه وسعيده والاستاذ القاضي بسمه الدربالي وسعيده، بسمه الدربالي وسعيده الزغبي والربعاوي القاضي الربعاوي، يحكيوا على المواضيع هذه اللي هي عندها علاقه، جعفر الربعاوي عندها علاقه بالمسائل كيما هكا الشاكل، لان الناس تخاف من القانون، برشا مداخل نتاع القانون يخافوا منه. الحكايه راهي سهل، انت شريت ايتاج يلزمك يكون كل شيء محدد. قول لي مثلا الايتاج هذا الكبر نتاعو مثلا نقولوا 400 متر مربع والعلو نتاعو 10 متر، هكاك ولات قانونيه البيعه نتاعك. اما كي تقول شريت الهواء
الهواء ينجم يكون حتى 100 متر و1000 متر وقديه. وضح معناتها لازمك تحدد بالضبط المساحه اللي انت شريتها. خاطر شفت لو فات انك تقول مثلا شريت 400 متر مربع ومثلا العلو نتاعو 10 متر، اللي باش يكون فوق ال 10 متر باش يرجع لصاحب العقار الاول، خاطر الهواء يقعد ديما ملكه هو، ديما الملك نتاع السيد هذاك. بتوعي هذه مساله شائكه قانونيا، راجعوا محاميكم، شوفوا اهل الاختصاص، ما تعملوش كونتراتوي تحت الحيط. راي الامور هذه كل راهي عندها علاقه بالوعي نتاع المواطن. والواحد اذا عنده مساله في الموضوع هذا يثبت معاك هكا، مش مدخلني انا تعرف برشا، نعرف برشا حاجات لانه تحت في برشا برشا مطبيات كما هكا وكالبيعات على الشياع. ترى تحكي هذيك زاد عندها، لا ما فهمش واحد ما صارتلوش مشكله عقاريه في تونس، لانه بالحق الحكايه هذه لازم تتوضح شويه. فلذا ديما مشيو لاهل الذكر، مشيو للناس اللي هي مختصه، امشي لعضو الشهادة، عضو التنفيذ، المحامين، المستشارين القانونيين، باش تبدا عندك وضعيه جبهه، يمشي المستشار باش تبدا الامور واضحه، تبدا الامور واضحه وتبدا انت حتى نفسانيا مرتاح هكا ولا اكثر لا اقل. حسام يعطيك الصحه، مادام انا ذكرته اسبوعي وشوف لي حل وسليمان الابيض، ولا نحب نعمل تعليق قصير. احدى التلفزيات الخاصه تعاود وتكرر في بعض البرامج والمنوعات، عملوا اشاره كالنهار بالصدفه، يحكيوا على القناه الثانيه كيفاش تعاود وتقول علاش ما تعملش انتاج، والقناه الوطنيه ما تعملش انتاج وكذا. ايه عاد يعملوا هما هو يعاودوا يكرتوا في اشياء بيته وبايخه. اي هذيك المشكله، هو هذه حاجه مطلوبه، شوف لي حل حاجه مطلوبه وبرودوي مطلوب والناس تحط عليه التلفزيونات الخاصه تبدا تتكلم ساعات وهي تبيع في الريح للمراكب. نحب نختم زاد بحاجه اخرى حبيب، انت يعطيني فيها رايك بعجاله. نعم. مخدد السيري شكي البارح الفنان مخدد السيري قرر باش يشكي بجميع اللي سابوه على الباساج اللي كان عملوا على قناه الحوار التونسي، برشا عملوا كومنتات خايبين، بطبيعه 1000 كومنتير مش باش يشكي ب 1000 كومنتير. علاش شنو الحكايه؟ هو ما نعرفش حكايه يظل على علاقته بسليم شيبوب ولا حاجه هكا كمان، موضوع شائك نوعا ما، ولك تعرف الناس مش ما فماش اجماع على شخص سواء كان بالباهي او الخايب، ما فما كلام جارح بطريقه خايبه على الاخر. بقديد مشى اشكى بهذوما وقدم شكوى رسميه وورى حتى المحضر نتاع المعاينه وكل شيء عند عبد المنفذ. انت رايك في الناس اللي تشكي كما هكا معناتها هل ما نعرفش شنو الحكايه؟ هو من حقه، هو الحكايه هو من حقه انه يمشي يشكي، اما تبقى انسان عمل كومنتير يقول لي الحكايه فيها وعليها. فما كومنتيرات صحيح يمسوا بالاعراض وللناس رئيسة، وفما تعليق اللي فيها نوع من معناها سبان مش معقول. هذا صحيح هو صحيح. نعم على كل هذا للمتابعة، خليك انت زاد مقداد صديقنا راهو نحبوه. ايش قلت انا معناتها قلت حتى شدي باش خرجنا مع مقداد زاد حتى احنا صديقنا زاد. بعد قليل مع الرياضة ورجاء المختار زفين.